اهلا بيكم وفيلم جديد. قبل ما نبدا يا ريت لو انت الفا جديد في القناه لايك واشتراك وفعل الجرس علشان يوصلك فيديوهاتنا اللي جايه. يلا بينا نبدا. قبل ما نبدا الفيلم احب انبهك من حاجه عزيز الالفا، وهي اسباب منع عرض الفيلم ده في الوطن العربي ايه، وهي ببساطه انه بيدعم الشواذ وفكره الفيلم ملحده بشكل كبير جدا والعياذ بالله. تحس كده ان المؤلف امه رقاصه، فيا ريت محدش يتفرج على الفيلم لو ما عندوش وعي كامل يؤهله ان هو يتفرج على الفيلم من باب الترفيه فقط من غير ما يخدش معتقداتنا الاسلاميه اللي بتحسنا طبعا ان مفيش حاجه اسمها مثالية والعياذ بالله، وإن لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومن غير ما أطول عليكم يلا نشوف الملخص. بيبدأ فيلمنا النهاردة وبنتعرف على أرشم واللي لقب السماء الأعلى، والمفروض إن أرشم استغفر الله العظيم يا رب هو اللي خلق الشمس الأولى، ومن وقتها الحياة بدأت بشكل طبيعي في الكون والدنيا استقرت جدا. بس الوضع ما استمرش كده كتير، لأن بعد مدة ظهرت حيوانات غريبة جدا ومفترسة من أعماق الفضاء وتسموا باسم الشياطين، وكان لازم في الوقت ده أرشم إنه يلاقي حل للشياطين علشان يقدر يسيطر على الوضع مرة تانية. فما كانش قدامه حل غير انه يستدعي الفرقه الابديه علشان يساعدوه، وهم عباره عن 10 اشخاص، بس مش اي اشخاص لانهم باختصار خالدين وما بيموتوش، استغفر الله العظيم يا رب كل نفس ذائقه الموت، وكمان من كوكب اسمه اولمبيا. ولان الابطال دول كانوا مقتنعين بارشم فعلا جم وساعدوه علشان يقضي على الشياطين، بس كل ده اتغير لما استدعاهم في مهمه وعين عليهم القائده اجاك ونزلوا لكوكب الارض، لان المهمه كانت على كوكب الارض وكانوا سنه 5000 قبل الميلاد، وفعلا قدروا يخلصوا على الشياطين اللي على الارض، وكان واضح انهم بيحبوا البشر ومستعدين يقدموا لهم المساعده دايما. وبتمر سنين كتير جدا وبننتقل لوقتنا الحالي في لندن، وبنشوف سيرسي اللي هي واحده من الفرقه الابديه وبتكون مندمجه جدا في الحياه على كوكب الارض وكمان شغاله مدرسه. بعد كده بتروح سيرسي على المدرسه، بس وهي بتشرح بيحصل حاجه شبه زلزال او هزه ارضيه، وبتحاول سيرسي تساعد الاطفال عشان ما يخافوش، وبتتصرف وبتستخدم قوتها الكبيره جدا، وفعلا بتعمل كده وبتقدر تعمل ده من غير ما حد يشوفها، وكل الامور بتبقى تمام. وبنعرف كمان ان سيرسي مرتبطه بانسان بشري اسمه دان، وبيجي الليل وبتقابل دان علشان تحتفل بعيد ميلاده، وبتديله كمان هديه عباره عن خاتم من القرون الوسطى، فبينبسط دان جدا من الهديه وبيطلب من سيرسي يرتبطوا ويكملوا حياتهم سوا. لكن سيرسي بترفضه طبعا، اسبابها منطقيه جدا لانها خالده ودان مهما طال عمره مصيره هيموت، وهي طبعا مش عاوزه تتعلق بحد ممكن يموت، فبيكون دان متضايق جدا لانه كل ما يطلب منها يتجوزه بترفض مع انهم بيحبوا بعض جدا، فده طبعا خلى عنده شكوك كتير حواليها. عشان كده سألها إذا كانت ساحرة ولا لأ، فقالت له سيرسي وليه بتسأل السؤال ده؟ فقال لها دان لأني بشوفك بتعملي حاجات غريبة جدا دايما، ده غير إن أختك الصغيرة سبرايت قالت لي إنك انفصلت عن خطيبك القديم من 100 سنة، فحاولت سيرسي على طول تغير الموضوع وقالت له إن أختها بتهزر مش أكتر. بعد كده بتقابلهم سبرايت وبتاخد سيرسي وبيمشوا، وبتقول لها سبرايت إنها لازم تبعد عن دان لأنه بشري وكلها كام سنة وهيموت، بس مش بيلحقوا يكملوا كلامهم. لان فجاه وبدون مقدمات بيظهر واحد من الشياطين، وهنا بتستخدم السبرايت قدرتها وبتصنع نسخ كتير من نفسها هي وسيرسي علشان يشتتوا انتباه الشيطان. لكن بيجي شخص وبيكون قوي جدا وبيقدر يخلص على الوحش بكل سهوله، وبيكون الشخص ده هو ايكارس، وايكارس يعتبر من اقوى الخالدين، وبنعرف كمان ان هو كان خطيب سيرسي زمان. وللاسف الوحش ده مش بيموت وخلاياه بتبدا تتجدد مره تانية، ودي بتكون حاجه غريبه جدا بالنسبه للكل واول مره يشوفوها. لكن ايكارس بيتسرب برضه وبياخده وبيحذفه في الماء. بعد كده بتوصل الشرطه للمكان فبتخفيهم سبرايت عشان محدش يشوفهم، وبتروح سيرسي وبتقابل دان عشان تفهمه كل حاجه بما انه شاف كل اللي حصل قدام عينه، وقالت له انهم نزلوا على الارض من 7000 سنه علشان يحاربوا الشياطين، ومن ساعتها وهم على الارض علشان يحموها من اي هجوم للشياطين زي اللي حصل من شويه. فبيسالها دان ليه ما ساعدتوش افنجرز وقت ما هجم عليهم سانوس وقضى على نص سكان الكوكب، فعرفته انهم مش مسموح لهم انهم يحاربوا اي حد الا الشياطين. وبعد ما عرفته كل حاجه بتودعه وبتمشي، وبعد كده بتقابل ايكارس وسبرايت وبيكونوا كلهم مش عارفين ايه اللي حصل وازاي الشياطين بقى عندهم القدره وقدروا انهم يشفوا نفسهم بنفسهم، ده غير انهم كانوا فاكرين اساسا ان الشياطين خلصوا من زمان وبيكونوا محتارين الشيطان ده جه منين. فعرفهم ايكارس ان اكيد الشيطان ده جالهم بسبب الهزه الارضيه اللي حصلت الصبح، وان الارض تقريبا بيحصل فيها حاجه غريبه، فبيقرروا في الاخر يجمعوا باقي الفريق علشان يشوفوا حل للمشكله دي، ولازم يقابلوا اجاك القياده بتاعتهم. بعد كده بنرجع بالزمن مره ثانيه لحرب بابل قبل الميلاد، وبنشوف فريق الخالدين وهم بيحاربوا هناك في الشياطين وبيقدروا يهزموهم عادي جدا. بعد كده بروح لاجاك وهي بتتكلم مع ارشم وبيطلب منها يخلصوا على الشياطين ويقضي عليهم، بس بتكون اجاك متوتره جدا وبتعرفه ان الكوكب ده مختلف عن باقي الكواكب وسكانه غير اي سكان شافتهم قبل كده، وخايفه ليحصل لهم حاجه ويفشلوا في مهمتهم. لكن ارشم بيطلب منها ان هي ما تتعلقش باي حد على كوكب الارض وتركز هي وفريقها في المهمه اللي جايين علشانها. وفي نفس اليوم بالليل بيحضروا كلهم حفله في بابل بعد ما بيكونوا خلصوا على كل الشياطين، وبتروح اجاك تتكلم
بتتكلم مع إيكارس وبتطلب منه يحاول يعيش حياته شوية ويعترف لسيرسي بحبه لأنه هو فعلا كان بيحبها، ومش معنى أنه ولاءه لأرشم كبير أنه هو ينسى حياته. فبيتبسط إيكارس من كلامها وبيروح فعلا وبيعترف بحبه لسيرسي، واللي بتنبسط جدا منه لأنها برضه بتحبه، وبيتجوزوا هما الاثنين. بعد كده بنرجع لزماننا الحالي، وبيكون سيرسي وإيكارس وسبرايت في العربية، وبيكون كل اللي حصل ده مجرد ذكريات مش أكتر بتفتكرها سيرسي، وبنعرف إن هما في طريقهم حاليا علشان يجمعوا باقي الفريق. بس لما بيوصلوا عند بيت أجاك للأسف بيتفاجئوا بيها ميتة قدام البيت، وبيكونوا زعلانين جدا عليها. بس صدمتهم الأكبر بتكون إن دي أول مرة من 7000 سنة يموت حد من الأبديين، وبيخمنوا إن أكيد الشيطان اللي جالهم من شوية هو اللي قتلها وامتص قوتها علشان كده نجح ان هو يشفي نفسه. فبيكونوا كلهم واقفين مصدومين من اللي حصل، لكن فجأة وبدون مقدمات بتحصل حاجة غريبة، وبيظهر أرشم قدام سيرسي وبيعرفها انها بقت حاليا القائدة الجديدة للفرقة الأبدية، وده بناء على اختيار أجاك ليها قبل ما تموت عشان تتولى القيادة بعدها. وبعد كده بيدخل جواها الأرشم حاجة اسمها كرة الطاقة، وكرة الطاقة دي بتخليها تقدر تتواصل مع الأرشم بسهولة من غير ما يبقى فيه اي مشاكل. بعد كده بتبدأ سيرسي تفتكر آخر مرة شافت فيها أجاك، وكانت تحديدا سنة 1521 قبل الميلاد. عزيزي الألفة ما تستغربش لأني بقولك تواريخ زي كده، لأن زي ما أنا قلتلك في الأول إن هم خلدين وعاشوا أعمار طويلة جدا. المهم في الوقت ده كان في حرب، لكن الأبدين مش بيتدخلوا في الحرب دي لأن ده مش دورهم، ودورهم هو القضاء على الشياطين وبس. وفعلا كانوا قربوا في الوقت ده إن هم يخلصوا عليهم كلهم، وبيكون درود زعلان جدا، وده واحد من الفرقة برضه، وكان معرضهم لأنهم سايبين الناس تقتل في بعض، وهو بمنتهى السهولة يقدر يوقف الحرب دي باستخدام قدرته. وفي نفس الوقت بنشوف سينا اللي ملامحها بتتغير وبتبدا تهاجمهم بشكل مجنون، وبيكون الحل الوحيد وقتها من وجهه نظر اجاك ان سينا ترجع للسفينه الفضائيه ويتمسح ذكرياتها علشان ترجع تاني لطبيعتها. لكن جيل جماش بيقول لهم ان هم يسيبوها بذكرياتها عادي جدا وهو هيقدر يسيطر عليها، وفعلا بتوافق اجاك. طبعا جيل جماش عمل كل ده لانها صاحبته ومش عايزه ان هي تبقى بعيده عنه. وعلى الناحيه الثانيه بيتدخل درود وبيقدر ان هو يوقف الحرب، واجاك بتسيبه يعمل كده لان فعلا ده هو الصح. المهم ان الامور بعد كده بتستقر، وبتطلب منهم اجاك يعيشوا حياتهم ويحاولوا يعيشوها بشكل طبيعي جدا بما ان الشياطين خلصوا خلاص. ووقتها بيودعوا بعض، وبتكون دي اخر مره بيشوفوا فيها اجاك قبل ما بتموت، وبيبداوا بعد كده يجمعوا المجموعه كلها من تاني. وفعلا بيروحوا اولا على مومباي وبيقابلوا هناك كينجو، وده فرد من الفرقه برضو وبقى ممثل استعراضي كبير جدا في الهند. وفعلا لما بيعرف كينجو ايه اللي حصل وان المنحرفين ظهروا تاني بينضم ليهم هو والمساعد بتاعه كيرون. طبعا كيرون ده بشري عادي، لكن بعد صداقته بكينجو عرفوا كل حاجة عنه فبقى المساعد بتاعه في كل حاجة. بعد كده بيطلعوا على جيل جماش وبيعرفوه كل حاجة وان اجاك ماتت. في اللحظة دي بيكون جيل جماش محبط جدا بعد ما عرف الاخبار دي، لكنهم في الاخر بيقدروا يقنعوه وبينضم ليهم هو كمان. بعد كده بيروحوا علشان يجيبوا سينا، واللي بيلاقوها مش طبيعية لانها بتكون واقفة عند شجرة وبتتحول كل شوية وبتهاجم الكل، لكن بيستخدم جيل جماش وسبرايت قدراتهم الخارقة وبيقدروا يسيطروا عليها، وفي الاخر هي كمان بتنضم ليهم. وعلى الناحية التانية بتكون سيرسي واقفة لوحدها بعيدة عن كل الحاجات اللي بتحصل دي علشان تقدر تركز فعلا، وبعد تركيز كتير بيتغير العالم كله من حواليها وبتقابل أرشم. واول ما بتقابله بتقوله ان اجاك ماتت بسبب واحد من الشياطين، وانها حاسه ان العالم بيحصل فيه حاجه غريبه. فبيعرفها أرشم ان اللي بيحصل ده بسبب اثار جانبيه للظهور، فمش بتفهم يعني ايه ظهور، فبيبدا يفهمها اكتر. وقال ان سبب وجودهم على الارض هو ان كل مليون سنه بيتولد سماوي جديد، وأرشم هو اللي بيزرع بذرته في الكوكب، وانه اختار كوكب الارض المره دي علشان يظهر عليها التيموت السماوي، وعلشان يظهر لازم يستنى وقت محدد لغايه ما عدد البشر يكون مناسب، وقتها يظهر التموت ويتغذى عليهم. ومش بس كده، ده هيدمر الكوكب كله كمان. اما الشياطين فكان دورهم ان هم يقتلوا الناس علشان العدد ما يكونش مناسب وما يظهرش التموت، لحد ما جت الفرقه الابديه وخلصت على الشياطين، وبكده بقى عدد البشر في الكوكب مناسب علشان يظهر التموت. بعد كده بيبدا يوري سيرسي وقت انفجار الكوكب وظهور التموت عشان يموت كل الكائنات الحيه على الكوكب. وبنعرف ان السماويين بيستخدموا طاقه الكواكب واللي بتكون كبيره جدا علشان يقدروا يصنعوا عوالم جديده تماما. وبتكون سيرسي مصدومة جدا من المعلومات اللي عرفتها، عشان كده سألته إذا كان أجاك عارفة كل ده ولا لأ، فبيقول لها إن أجاك خلال ملايين السنين ساعدته علشان تظهر الكائنات السماوية. بعدها بتستغرب سيرسي جدا لأنهم نزلوا على الأرض من 7000 سنة بس، مش من ملايين السنين زي ما بيقول. فبيكمل أرشم صدمته أكتر وبيوريها مكان صنع العوالم، وده نفس المكان اللي صنعهم فيه أرشم. مش بس كده، ده بعد كل مهمة كان بيمسح ذكرياتهم علشان يقدروا يستعدوا للمهمة اللي بعدها من غير تشويش. بعد كده بتدخل سيرسي مكان صنع العوالم عشان تشوف إيه اللي فيه، وبتتفاجئ لما بتلاقي ملايين واعداد كبيره جدا من الروبوتات اللي صنعها أرشم. فبتفهم ان هي وباقي الفرقه خالدين ليه، لانهم مش بشريين ولا احياء اصلا. بعد كده بيبدا يوريها المكان اللي بيخزن فيه ذكرياتهم الممسوحه، وبنعرف ان هو بيحتفظ بالذكريات دي علشان يدرس الشياطين
الشياطين بشكل اكبر، وده لان هو نفسه برضه اللي صنع الشياطين، وده علشان خاطر يساعدوه في التخلص من الكائنات المفترسه في الكوكب. لكن الشياطين اتمردوا عليهم ومبقوش تحت سيطرته، علشان كده ما لقاش حل غير ان هو يصنع الفرق الابديه ويقضي عليهم علشان يقدر يصحى تيموت. ارشم بيخلص كلامه بعد ما فاهم سيرسي كل حاجه، وطلب منها تقوم بمهمتها وتحاول تنجح فيها، وبكده بيكون التواصل خلص وبترجع سيرسي على الارض مره ثانيه. وبعد ما سمعت كميه المعلومات الرهيبه دي طبعا بتكون مصدومه جدا بسبب اللي عرفته، وبتعرف باقي الفرقه بكل حاجه، وبيتفقوا سوا ان هم يحاربوا لاخر نفس فيهم علشان ما يخلوش الارض تتدمر، وان اول واهم خطوه لازم يعملوها انهم ياخروا ظهور الكائن السماوي تيموت لحد ما يعرفوا هيعملوا ايه. وفعلا بيروحوا يقابلوا دورود لانه الوحيد اللي عنده القدره ينيم التيموت، وفعلا بيوصلوا عنده وبيكون متحكم في كل المدينه اللي عايش فيها باستخدام قدرته، لكنه بيرفض يساعدهم. فبيقرروا ان هم ما يمشوش ويستنوا في المدينه يوم على الاقل، يمكن يفكر ويغير رايه. وفعلا بيعملوا كده، لكن بالليل بيهجم عليهم شويه من الشياطين وبيفضلوا يحاربوهم وبيقدروا يخلصوا على شويه منهم. لكن للاسف في نهايه المعركه بيقدروا الشياطين انهم يقتلوا جلجمش ويمتصوا روحه، فبيزعل الكل عليه جدا. وبتقدر سيرسي تستخدم قدرتها الجديده وبتحول واحد من الشياطين لشجره، ومش بيصدق الكل ازاي عملت كده. وواحد من الوحوش دي بيروح يتكلم مع سينا وبيقولها ان ملايين من الارواح ماتت بسبب الظهور، وانهم ما كانوش عايزين حاجه غير انهم ينجوا من ده كله بس. لكن مع ظهور الفرق الابديه وقتل كتير جدا منهم، الموضوع اتحول لشخصي وقررنا ان احنا نقتلكم كلكم. لكن مش بيلحق يخلص كلامه لان ايكارس بيجي وبيفضل يضربه عن طريق الليزر اللي في عينه لحد ما بيهرب. وبعد اللي حصل ده بيتفقوا انهم يخلصوا سوا على تيموت علشان العالم ما ينهارش. وبتروح سيرسي وبتتكلم مع دورود وبتقول له انهم كده محتاجين فاستوس لان هو خبير في صناعه الاجهزه اللي ممكن يحتاجوها. لكن دورود بيقول لها ان فاستوس ما بقاش يعمل للبشر خالص من ساعه احداث هيروشيما، لكنهم مش بيقاسوا وبيروحوا يقابلوا فاستوس وبيلاقوه بقى عنده عيله واعتزل الحياه بتاعتهم من زمان جدا. لكنهم بيفضلوا يتكلموا معاه وبيعرفوه اللي حصل وانهم محتاجينه علشان يكملوا مهمتهم فعلا. واخيرا بيقتنع فاستوس وفي الاخر بيروح معاهم. بعد كده بيتجمع الكل في المقر بتاعهم وبيتفقوا ان خطتهم انهم ينيموا التيموت، وده هيتم عن طريق دمج قدرتهم كلهم في جهاز واحد، واقوى واحد فيهم هيستخدم الجهاز ده وينيم به التيموت. وبيختاروا كلهم ايكارس للمهمه دي بما انه اقوى واحد فيهم، لكن ايكارس مش بيقتنع وبيقول لهم ان الخطه دي هتفشل وان كل اللي بيعملوه ده غلط، وبيسيبهم وبيمشي. بعد كده بيروح ايكارس يقعد مع نفسه وبيبدا يقلب في ذكرياته وبيفتكر اجاك، ومن ذكرياته دي بنعرف ان ايكارس كان عارف مخطط ارشم كله من زمان، واللي قالت له على كل ده كانت اجاك. ونشوفها وهي متضايقه جدا وبتقول له انهم لازم يوقفوا الظهور لان العالم كله هيتدمر وكل الكائنات الحيه هتموت. لكن ايكارس بيكون مؤمن جدا زياده عن اللزوم بارشم، وايمانه بيخليه معمي ومخليه مش باقي على اي حاجه خالص. فبياخد اجاك لجبل وبيرميها منه المجموعه من الشياطين علشان يقتلوها، وفعلا بيجي الشيطان اللي كان بيتكلم مع سينا من شويه وبيخلص عليها وبيمتص روحها. بعد كده بياخدها ايكارس وبيحطها قدام بيتها علشان لما توصل سيرسي وباقي الفرقه محدش يشك في حاجه، ويبان الموضوع ان الشيطان خلص عليها وقتلها هنا. بعد كده بنرجع تاني لسيرسي واللي بدات تحس ان الظهور خلاص بيحصل، علشان كده بتطلب من مكاري تعرف فين مكان الظهور بالظبط. فبتبدا فعلا مكاري تستخدم سرعتها العاليه جدا وبتلف حوالين العالم علشان تحدد مكان الظهور، وبالفعل بتقدر مكاري تحدد مكان الظهور بالظبط وبيكون مكانه بركان كبير جدا. وعلى الناحيه الثانيه بيكون فاستوس خلاص قرب يخلص الجهاز اللي هينيمه به التيموت، لكن ايكارس بيجي وبيضربه وبيدمر الجهاز وبيفهم الكل ان هو اللي قتل اجاك، وبيعرفهم ايكارس كمان ان هو هيوقف اي محاولات لتاجيل الظهور وانه موجود بس علشان ينفذ اوامر ارشم، وانه مش هيتعاطف مع اي شخص مش هينفذ اوامره مهما كان اللي هيحصل. طبعا كلهم كانوا معرضين كلامه ما عدا سبرايت اللي بتقرر تكون في صفه، وبيخطفوا هما الاثنين من وسطهم قبل ما حد فيهم يهاجمهم. لكن فاستوس بيبدا يقترح عليهم فكره جديده، وهي انه يشيل كره الطاقه اللي في سيرسي ويحولها لتواصل بينهم وبين بعض بس، وبعدها يحولوا الطاقه لواحد فيهم عن طريق الكوره دي ويستخدموها علشان ياجلوا بيها الظهور. المهم الكل بيوافق على خطه فاستوس، وعلى طول بيسحب الكوره من سيرسي وبيبدا يشتغل ويعمل تجاربه عليها، والكل بيجهز نفسه وبيتحركوا كلهم على البركان اللي هيظهر فيه التيموت. لكن لما بيوصلوا هناك بيتفاجئوا بيكارس وسبرايت اللي سبقوهم للمكان وبداوا ان هم يهجموا عليهم علشان ما ينفذوش خطتهم، وبتبدا المعركه ما بينهم. وكمان بيفشل درود ان هو ينايم التيموت، وللاسف بيظهر كمان التيموت حواليهم، وبكده بيكونوا في موقف ما يتحسدوش عليه ابدا. لكن سيرسي مش بتيأس برضه وبتروح ناحيه التيموت وبتحاول تحول الكوره من التلج، ومش بس كده دي كمان بتاخد الكوره واللي بدات تشتغل فعلا وتسحب القوه من الفرقه كلها حتى ايكارس وسبرايت. وفعلا بعد محاولات كتير جدا بيتحول التيموت لتلج، وبتقدر سيرسي تنفذ الخطه وتخلص عليه وتمنعه من الظهور. فبينهار ايكارس من اللي حصل وبيفضل يعيط وبيطير بسرعه للشمس علشان يموت نفسه. بعد كده بنرجع تاني لسيرسي واللي بتعرف الفرقه كلها انها بقت اقوى بعد ما حصل تصادم بينها وبين التيموت وخدت كمان جزء من قوته، وبسبب القوه دي بتقترح على سبرايت تحولها لبشريه زي ما كانت عايزه، وانها تقدر تعمل كده بسبب قوه التيموت اللي معاها حاليا. وفعلا بتفرح سبرايت جدا لانها بتكون نفسها تعيش حياه عاديه زي باقي البشر. فبتروح لها سيرسي بعدين وبتطمن عليها وهي رايحه
رايحة المدرسة وبتعرفها انها توحشها جدا وبيودعوا بعض. بعد كده بتروح سيرسي وبتقابل دان وبتعرفه بكل اللي حصل، لكن الغريب ان دان مش بيتفاجئ ولا حاجة، وبيقولها ان هو عامل بحث في تاريخ عيلته ولقى فيها حاجة غريبة شويتين. لكن قبل ما بيخلص كلامه بتتفتح السماء وبيظهر ارشم وبيسحب سيرسي وبتلاقي جنبها باقي الفرقة، وبيقول لها ارشم انها ضحت بالكائن السماوي علشان البشر وخلفت اوامره، علشان كده هيبص على ذكرياتها ويفحصها علشان يشوف يستاهلوا فعلا ولا لا. بعد كده بيختفي الكل وبترجع السماء طبيعي. واخر حاجة بنشوفها الفرقة الابدية كانوا قاعدين عادي جدا في مركبتهم الفضائية، وفجأة حصلت حاجة خلت واحد قزم يدخل عليهم، وبعد كده قال لهم عرفكم بامير تايتن اللي بيكون شقيق سانوس الشهير بستار فوكس، وعلى طول قال ستار فوكس لسنا ان اصحابكم في خاطر وانا جاي علشان اساعدكم، وبروح لدان على الارض وبيكون خايف جدا ومعاه صندوق جواه سيف شكله غريب، ولسه هيلمس السيف لا حد من وراه بيمنعه. ولغايه هنا بيكون خلص فيلمنا، واشوفكم على فيلم جديد. عزيزي الالفا، لو عجبك الفيلم ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل فيديوهاتنا اللي جايه.